إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسباب الإسهال، وطبعا الإسهال لها عدة أسباب ومعظمها طبعا غير خطيرة وأكثرها شيوعا، يعني فيتمثل بعدوى فيروسية في القناة الهضمية، من شأن يعني البكتيريا أو الطفيليات أن تسبب الإسهال أيضا، إذ تدفع هذه الأحياء الأمعاء الدقيقة يعني نوع من أنواع الجفاف أو فقد بعض الماء الموجود أو الزائد، وأيضا ممكن أن يعني تمتص بعض الأملاح على شكل من أشكال التغذية، وممكن تسبب أمراض كثيرة غير الإسهال. ومن شأن يعني الإسهال أن يكون يعني عارض من أعراض هذه الأمراض الجانبية لكثير يعني من الطفيليات، وأيضا ممكن كثير من الأدوية تسبب أيضا مرض الإسهال، وخاصة يعني المضادات الحيوية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.